بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، قبل أن أواصل وأنا أسمع الدرس رقم 95 البارحة كان نصفه أو أزيد من ذلك حول كيفية الاستماع للسلاسل وكيفية كتابة العلم من السلاسل، فأنصحكم بالرجوع إليه، فقد ذكرت خطة بل خططا في كيفية الاستماع، كيفية التلخيص من السلسلة، وكيفية التفريغ وتقسيم الوقت في المجلس رقم 95، لعلي أرفعه اليوم أو غدا إن شاء الله تعالى. عقد المؤلف فصلا جديدا فقال فصلا: ومن البدع المنكرة في القراءة ما يفعله جهلة المصلين بالناس في التراويح. سيذكر المؤلف بعض البدع الموجودة في صلاة التراويح. السلام دقيقة. ولعلنا نذكر بدعا أخرى تقام في هذا الزمن في التراويح. يقول المؤلف: من قراءة سورة الأنعام في الركعة الأخيرة في الليلة السابعة، وهذا ليس عندنا، وهو غير موجود عندنا، عندنا نحن خلاف ذلك، عندنا نحن الحرص على الختم، عندنا نحن لا بد من ختم القرآن في التراويح، وهذه بدعة، هذه بدعة. اشتراط الختمة في صلاة التراويح بدعة، ليس عليها دليل، بل كان الصحابة يختمون في أقل من 30 يوم، بل في 70، وكانوا يطيلون القيام حتى أنهم إذا انصرفوا لم يمكثوا إلا والفجر قد حان، هكذا كان قيامهم. أما أنك تشترط ختم القرآن في صلاة التراويح فهذا بدعة. قال: معتقدين أنها مستحبة فيجمعون أمورا منكرة، منها اعتقادها مستحبة. اعلموا رحمكم الله أن اعتقاد الاستحباب في شيء من الأشياء لا بد له من دليل، وهنا ليس عندهم دليل. ونحن أيضا إذا اعتقدنا أن ختم القرآن في شهر رمضان في صلاة التراويح مستحب لا بد علينا حينئذ من دليل، ونحن لا نملك دليلا، إذن هي بدعة. قال: ومنها، أي من الأمور المنكرة، إيهام العوام ذلك. في بعض المناطق إذا لم تختم القرآن في شهر رمضان في التراويح رجمك الناس وغضبوا عليك ولعنوك وتكلموا فيك وفي عرضك وعقدوا عليك اجتماعات فيها تغتاب، بل إن من العامة من يهجر المسجد الذي لا يختم فيه ويذهب إلى المسجد الذي فيه الختمة ويتكلم مع أخيه في الشارع: ختمتوا؟ احنا ختمنا، احنا خير منكم ختمنا، انتوا ما ختمتوا؟ تسمع غير: ختمنا ختمتوا ختمنا ختمتوا، كأن هذا من الدين، وهذا ليس من الدين، هذا ليس من الدين. طيب، قال بعد ذلك: تطويل الركعة الثانية على الأولى، والسنة تطويل الركعة الأولى ليس الثانية. لهو قال هذا لأن سورة الأنعام طويلة. قال: وإنما السنة تطويل الأولى على الثانية، وهذه سنة رسول الله، حتى في صلاتك التي في البيت العادية سواء فريضة أو نافلة احرص على أن تكون الركعة الأولى أطول من الركعة الثانية في جعل الصلوات. كذلك في التشهد احرص أن يكون التشهد الأخير أطول، لأن فيه الدعاء، فيه الاستعاذة من أربع وفيه الدعاء. قال: ومنها التطويل على المأمومين، لأن من المصلين خلفك من هو مريض، ومنهم من هو عاجز، ومنهم من به الألم، ومنهم الصغير. ولهذا قال بعض الفقهاء: الناس إمامهم الإمام، والإمام إمامه أضعف المأمومين، من حيث التطويل. يعني أنت لما تجي تصلي بالناس
تقول للناس استووا، تعرفون السنة، سووا صفوفكم، تراصوا لا تختلفوا، ولزم تقول السنة، ما تقولش من عندك، تقول ما جاء في السنة حول هذا. ولهذا بعض الأئمة الجاهلين يقول إن الله لا ينظر إلى الصف الأعرج المعوج، وهذا حديث ضعيف أو لا أصل له. ثم ينظر الإمام في الصفوف، وعمر رضي الله عنه كان يشق الصفوف إلى آخر الصف ويرجع، يسوي الصفوف ويشوف الناس. لما نشوف في الصف أن هنالك شيخ كبير ما نطولش، لما نشوف أنه كامل في الصفوف شباب جيراني أعرفهم أقوياء لا بأس بهم، أطيل الصلاة. لكن إذا كان في الصف من هو عاجز أخفف لأجله. والتزام صورة الأنعام أيضا فيها تطويل وفيها أذن على المصلين الذين هم مرضى خلفه. قال ومنها هضرمة القراءة، وهذه حال اللي يحب يختم يلزم يقرأ في الليلة زوج حزب. تخصيص قراءة حزبين في شهر رمضان كل ليلة بدعة في صلاة التراويح. اللي يلتزم بصلاة حزبين في ركعات التراويح يلزم يقرأ زوج حزب، هذا ليس فيه دليل وهو من البدع، بل تقرأ ما تيسر وتلتزم بالأدب، فلا تقف عند نصف الصورة التي لم يتم معناها لأن الحزب انتهى في ذلك الشيء ذلك الجزء، فلا، هذا سبق معنا. العبرة أن تكمل المعنى، ماشي تحبس في قصة موسى مع فرعون وتكملها غدوة منك في صلاة أخرى، لا، هذا ليس هديا. على كل حال هنالك بدع أخرى، نحن نقتصر على هذا لأنني سأجمع بعض البدع التي نعيشها في صلاة التراويح ونبينها إن شاء الله تعالى المجلس المقبل. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.